هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. في الحديث اللي أجراه أحمد عطار مع خديجة بن قلنا، البودكاست مش القناة الكبيرة، لا البودكاست الأخير ما يعطونوش قيمة باش يحطوه في لنا، تبونوا عندنا في البودكاست. ايه كان عندهم كي عدات بوك عندهم 10,000 مشترك، ما عندهم شر العشر هذا مش عندي انا مشتركين في عندي ديات. الو سي احمد عطار في الحوار هذا سألته خديجة بن قلنا عن زيارة تبون إلى باريس، قال ما زال قائمة، ما زال المشروع، ما زال نروحوا، ولكن شوية راهي حوايج اللي ما تفهمناش عليها، واش اللي ما تفهمش عليها؟ قال مطلبنا لهم يعطونا السيف تاع الأمير عبد القادر والبرنوس تاعو، ما حبوش يدوهم الفرنسيين. صار السيف والبرنوس تاع الأمير عبد القادر انتهى تعلق العلاقات ما بين دولتين، وتره زيارة في برنوس وقتاش دخلت ما حكيت، وعلاش فكري الشادي ما قالهاش، بوتفليقة ما قالهاش، وعمرها ما خرجت تحكي، كي جاك ما تروح هنا علاش ما قلتهالوش؟ وعلاش فرنسا ما مدولهمش؟ قالوا ما عندناش قانون اللي يقول باش نمدو جادة تذكارية، لأنه السيف واش السيف سيتي ان دو هدية من الأمير عبد القادر للجنرال لاموريسيان، سلم له السيف ديالو، كيفاش تجي انت اليوم بعد شحال من عام تقول ما عطوني السيف هذاك؟ وين قريتها؟ وين واش الفهامة هذي؟ شنو الفهامة هذي؟ السيف راهمش يسميهم قانون، ماهمش دي فوايو، فرنسا ماهمش دي فوايو، كيما نتوما، نتوما تمدوا في البلاد، تمدوا في الشعر، تمدوا في الدراهم، تمدوا في كلش، هلكتوا البلاد، ما يمدلكش، السيف هذايا راهو دخل في التاريخ، أنو الأمير عبد القادر سلم السيف تاعو باش سينيا، ميسيجو سلم روحو. هذا شيء رمزي بالنسبة للبرنوس، البرنوس هذا تعلق فيه مدايات فرنسية للأمير عبد القادر، وعنده مام واحد من أحفاده مات من أجل فرنسا، مازال الآن في القبر ديالو مكتوب عليه هذا بوتي فيز الأمير عبد القادر مور بور لا فرانس. قلنا لكم بالنسبة للأمير عبد القادر راهو بومدين الله يرحمه الله يغفر له الله يسمح له، هذه من أحدى من الأخطاء ديالي في 66 بعد الانقلاب على بن بلة، باش يقول باللي ماشي بن بلة اللي هو باطل الجزائر وعنده شعبية، الباطل ديالنا راهو الأمير عبد القادر، جابنا واحد ميت راح جابه من سوريا، جاب للأخر ديالو قال هاوليك هذا هو البطل تاعنا، ودار له ستاتيو هذيك وردوا البطل. ما كان جامي تكلموا على الامير عبد القادر لا في ثوره 54 ولا بعد بالانقلاب تاع 65، جامي تذكر، جامي تذكر. جاي قال له فرنسا مع فرنسا كيقول له كذا كذا، شوف باللي هذا مع الجزائر تقدمها بطريقة رسمية ماشي لتحت لتحت وتجير لنا، وإذا حاب تسترجع وثائق الجزائر وصور تاع عمالي قتل الجزائر، رام جوست أكوتي، رام جوست قدامك بجنبك، راه في بني نصر في الناظور قنطار تاع تصاور وتاع وثائق في دار الحموتي، رام عنده ولادو
وقالت مروح عدوهم وهم عند نقل قنطاطة صورتها بالمهيدي تاع شعباني تاع كريم بالقاسم كامل قادة الثورة تاع المراكز التدريب تاع رجال الثقافة اللي كونوهم كونوا في بني نصر مروح جيبهم يروح جيبهم ما يقبلك والو ما يقبلك والو صور تاع رجال هزو السلاح ضد فرنسا وماتوا جيت تقول لي السيف تاع نمير عبد القادر والبرنوس ما حبوش يدوهم لنا الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء هذا واش نقول ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها رام ويعجل برحيل هذه العصابه المجرمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هشام عبود صحفي حر هشام عبود صحفي حر هشام عبود نشيد نيرو دوما الإرهاب يا ريشي نيرو هشام عبود نشيد نيرو دوما الإرهاب يا